لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا بكم سيدي. حياكم الله. أهلا. كيف تفسرون الخرق الأخير للنظام من خلال القصف الصاروخي الذي استهدف منازل المدنيين وخلف حصيلة كبيرة من القتلى؟ يعني حقيقة نستطيع أن نقول أن النظام السوري والميليشيات الإيرانية لم تنضبط يوما ما بما يعرف باتفاق خفض التصعيد، سواء عندما كان هناك مناطق خفض التصعيد أو حتى في الاتفاق الأخير الذي جرى في سوتشي ما بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي بوتين. إذا النظام السوري اعتاد على أن يقصف المدنيين ويقصف حتى المناطق الفارغة، جرجناز على سبيل المثال، تفتن، أكثر من منطقة جرى قصفها انتقاما بشكل انتقامي أو ليوصل رسائل إلى الحاضنة التي تخص على أنه لا يزال يتحرك كما وعدهم من أجل عملية عسكرية شاملة في إدلب. ولكن أنا بتصوري هذه كلها الرسائل في نهاية المطاف لا تقدم ولا تؤخر، كون أن إدلب من الناحية العملية العسكرية لا يستطيع النظام أن يقوم بأي عمل عسكري دون أن يكون هناك توجيه مباشر من روسيا. روسيا ترى أن العمل العسكري في إدلب مربوط أيضا بتوافق أمريكي روسي وتركيا، هي لا تستطيع أن يعني أن تخسر الحليف التركي، وهي فهمت الرسالة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن يكون هناك، يعني عندما باركت الاتفاق الذي جرى في سوتشي ولم تقبل بعمل عسكري. إذا النظام مجرد عملية تنفيذ، وأيضا هناك رسالة مبطنة أن البارحة كان هناك اتفاق ما يعرف بالمجلس المحلي ومجلس الأعيان بالنسبة لمعاهدة النعمان، وأيضا بالنسبة لهيئة تحرير الشام التي بسطت نفوذها في الأونة الأخيرة على المساحات الجغرافية. سنتحدث بالتفصيل عن هذه الانعكاسات على الصعيد المحلي، لكن ربما لو نبقى على الصعيد الدولي، إلى أي مدى سيد ياسر تظنون أن الجانب الروسي يحاول بشكل أو بآخر إلقاء التهم على تركيا للتنصل من اتفاق سوتشي؟ يعني بتصور اتفاق سوتشي كما تعلمون هو اتفاق منفصل، لم يكن هناك ما يعرف بخطة الانسحاب للولايات المتحدة الأمريكية، هو اتفاق منفصل ما بين روسيا وتركيا. تركيا كان من وظيفتها أو مطلوب منها عمليا تفكيك ما يعرف بهيئة تحرير الشام وبسط حالة استقرار في مناطق ما يسمى الشريط التماس على عمق حوالي 10 كيلومتر. استطاعت تركيا أن تنفذ أحد يعني هذه البنود. أما بالنسبة لتفكيك هيئة تحرير الشام، أتصور أن تركيا لا ترى مصلحة لها بأن يتم التفكيك ويكون هناك مبادرة بالتحرك العسكري من اتجاه الميليشيات الإيرانية وقوات النظام باتجاه العمق لإدلب. لذلك لم نشهد دقة في هذا الأمر، ولكن حقيقة الأمر نعلم أن هناك اتفاق لم ينجز أيضا، هو ما يعرف الاتفاق الطرق الدولية، طريق حلب دمشق الدولي وحلب اللاذقية. نعلم أن من مصلحة تركيا أن ينجز هذا الاتفاق، روسيا هي ترغب بأن يكون هذا الاتفاق أيضا منجز من أجل أن تقول أن النظام بدأ بفرض هيمنته، ولكن هي تعلم أن هذا الاتفاق سينعكس بالإيجاب على حركة تجارية تستفيد منها تركيا. لذلك هو يماطل في هذا الأمر، هو يرسل رسائل مبطنة لإخلاء المناطق التي هي من طرف الثوار أو من طرف المناطق المحررة من المدنيين، ولكن حقيقة الأمر هم غير راغبين بجدية لفتح الممرات الدولية، كون أن هذه الممرات الدولية ستعني انتعاش اقتصادي وبالتالي تركيا ستكون مستفيدة، وهذه خطة روسية للضغط على تركيا في هذا الأمر. بالعودة إلى التحديات الموجودة محليا وداخليا، إلى أي مدى تظن أنه يعني حتى لو صدقنا بأن تبرير الهجوم الذي حصل في إدلب كان القضاء على هيئة تحرير الشام، هل هذا يبرر وأن المستهدفين كانوا من المدنيين ولم تكن أبداً هيئة تحرير الشام؟ أتصور المفهوم معكوس تماما، أن النظام والميليشيات الإيرانية عندما قصفت هذه المناطق قصفتها عقوبة لأنها نسقت مع هيئة تحرير الشام من أجل إخراج هيئة تحرير الشام من مناطق معاهدة النعمان. معاهدة النعمان لا يوجد فيها أي ثقل عسكري الآن للفصائل، الاتفاق يقول يجب على كافة الفصائل العسكرية أن تخرج، وبالتالي لن يكون هناك مبرر للضرب لأنه فقط يوجد مدنيين. لذلك أنا بتصوري هي عقوبة لهم لماذا اتفقوا مع هيئة تحرير الشام، وليس هي لمجرد أن هيئة تحرير الشام متواجدة. أنا بتصوري النظام عندما وبمساعي روسي عندما تدخل في درعا وتدخل في الغوطة لم يكن هناك أي قوة أو أي نفوذ لهيئة تحرير الشام، إذا لا يوجد أي مسوغات أو مبررات، والنظام لا
ينتصر مثل هذه المبررات، وإنما النظام ينتظر الأوامر الروسية، وهو يرى أن عملية استهداف المدنيين لمجرد المراوحة وأنه موجود كما ذكرت، وليس لأنه يعاقب أو من أجل القضاء على ما يعرف بهيئة تحرير الشعب. هل يعني ذلك أن إعلان الهيئات الشعبية في معارة نعمان عن تنفيذ اتفاق مع هيئة تحرير الشام لخروج مقاتليها من المدينة سيخفف الضغط الروسي المفروض على تركيا من جهة، وبالتالي يهدئ من الأوضاع الأمنية في الداخل؟ أنا أعلم أن مثل هذا الاتفاق سينعكس بالإيجاب على الحاضنة المجتمعية، وأنه سيخفف من التجاذبات التي حصلت في الأيام الأخيرة ما بين الفصائل وانعكاسها على الحاضنة. تعلمين أن هذه الفصائل في نهاية المطاف لها أسر وعوائل متواجدة على الأرض، وبالتالي هي معرضة للاحتقان. مثل هذه الاتفاقات تسحب ذريعة الاحتقان. أما بالنسبة لاستهداف النظام، فمثلا على سبيل المثال في مناطق شرق معارك نعمان جرجناز، هي مناطق خالية من المدنيين وخالية أيضا من الفصائل العسكرية، ويستهدفها النظام بمعدل 5 أيام بالأسبوع بصواريخ، ويدمر كافة البيوت مجرد الانتقام. لا يكلف الأمر شيء كثير، ليست بطلعات جوية وإنما هي بصواريخ عمياء يتم رميها لمجرد استهداف المدنيين. أيضا هي ليست صواريخ ذكية وليس لها كلفة مالية بالنسبة للنظام، وإنما هي سياسة انتقام وسياسة إقناع المتواجدين في مناطق النظام الحاضنة الشعبية هناك على أن النظام يقوم بأعماله العسكرية وأنه سيخلص ما يعرف هذه المنطقة من الإرهابيين. هل هذا سيؤدي بشكل أو بآخر إلى عزل إيران باعتبار هذه التطورات الجديدة سلمت الأدوار لتركيا وروسيا؟ يعني كما تعلمون أن اتفاق سوتشي في البداية لم يرعى وجود إيران، وكان اتفاق ثنائي ما بين روسيا وتركيا. إذا إيران يجب أن تكون خارج المعادلة في اتفاق إدلب، هذا من ناحية. من ناحية أخرى نجد أن روسيا تبارك أو تتغاضى عن الضربات العسكرية الإسرائيلية باتجاه القواعد الإيرانية. إذا روسيا تريد أن توصل رسالة مفادها أنها لا تدعم إيران، ووصلت يعني أكثر من تصريح عالي المستوى مستوى الخارجية الروسية يقول أنه لا يوجد اتفاق استراتيجي ما بين إيران وروسيا. إذا روسيا تريد أن تقول أنها لا يعنيها إيران، وأنها ترغب أيضا بتقليل نفوذ إيران. هذا على المستوى العلاقات وإقناع أمريكا، وهذا على مستوى المصلحة روسيا في نهاية المطاف، فيما إذا ضعفت إيران على مستوى النفوذ ستساهم بوجود من يغطي نفوذها سيكون من طرف روسيا، وبالتالي أنا أشعر أن تقليل نفوذ إيران هو ما سنشهده الأيام القادمة. ولكن إيران تريد أن تراوح في المكان. تعلمين أن الميليشيات الإيرانية يعني لديها عتاد عسكري، وهي تتواجد على مناطق فيها تماس، وبالتالي تريد أن تحرك الأجواء. ولكن نعلم أيضا أن الضائقة المالية التي لدى إيران تجعل منها عاجزة على تأمين الرواتب بالنسبة لهذه الميليشيات، وبالتالي ستتحول هذه الميليشيات إلى عصابات ومافيات تتحرك في الشوارع ريثما يضغط على إيران لإخراج هذه الميليشيات. شكرا جزيلا لك المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار، كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.